لدى استقبال سموه للوفد الزائر من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن التغييرات العالمية باتت تتطور بوتيرة متسارعة، وما كان بالأمس من أحداث بعيدة عن المنطقة ومحدودة التأثير عليها أصبحت اليوم تشكل تهديدا لأمنها وعائقا أمام تنميتها، لذا لا سبيل إلا بالتكامل والوصول إلى السلام الذي يؤمن للتنمية متطلباتها ويجعل التركيز عليها بدلا من تشتيتها. قال سموه مبديا سعادته بزيارة وفد السلام لمملكة البحرين لأنه يجسد تقدير عال مستوى لجهودها في دعم كل ما من شأنه خير الإنسانية وتحقيق الاستقرار والسلام في ربوع العالم، وهي زيارة لها محلها في التقدير ومن الأهمية لتلاقيها مع أهداف المملكة الداعية للسلام. فيما أكد وفد السلام أن النجاح الذي حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية أخفقت فيه كثير من الدول التي تفوق إمكانياتها إمكانيات مملكة البحرين، معربا الوفد عن إعجابه بإنجازات الحكومة التنموية وبنجاح استثمارها في العنصر البشري واهتمامها الملحوظ بالطفولة وتوفير كافة حقوق الطفل. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم الوفد رفيع المستوى من الشخصيات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والذين قدموا للسلام على سموه في ختام زيارتهم لمملكة البحرين. خلال اللقاء جدد سموه الترحيب بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين، معربا سموه عن خالص اعتزازه بما حملته الزيارة من معاني نبيلة تعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة كبلد يدعو إلى السلام، ومن بأهمية المساهمة بفعالية في دعم الجهود الدولية في هذا المجال. وأحيى سموه جهود أعضاء الوفد في تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه دفع جهود السلام في العالم، مؤكدا سموه أن التجارب التي خاضها رجال السلام في بلدانهم لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتي نالوا على أثرها جائزة نوبل للسلام تشكل نماذج في القدرة على تحقيق السلام في عالمنا المعاصر. أكد سموه أن مملكة البحرين اعتزت كثيرا باستضافة هذه النخبة من الشخصيات السياسية الدولية ذات الإسهام الكبير في ترسيخ أسس السلام في دولها ومجتمعاتها، والتي انطلقت بعطائها الإنساني النبيل إلى آفاق أوسع من العمل الذي يهدف إلى أن يسود السلام والأمن مختلف أرجاء العالم. أكد سموه أن مملكة البحرين بلد سلام وموطن للمحبة والتعايش، وأن زيارة رجال السلام إليها تزيد من عزمها وإصرارها على دعم كل جهد دولي يحقق السلام والأمن والاستقرار، وستظل تعمل مع شركائها الدوليين من أجل عالم مستقر يشعر فيه الجميع بالأمان والطمأنينة على كافة المستويات. أشار سموه إلى أن الزيارة عكست للعالم مكانة مملكة البحرين وما حققته من تقدم في مختلف الأصعدة، معربا سموه عن شكره وتقديره لما سجله أعضاء الوفد من انطباعات ومواقف داعمة لجهود مملكة البحرين في مجالات التنمية المختلفة. بعدها تسلم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شهادة تقدير واعتزاز من السيد كيلاش ساتيرثي الحاصل على جائزة نوبل للسلام 2018، أشاد فيها بجهود سموه في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين وما يوليه سموه من اهتمام بكل ما من شأنه ترسيخ قيم السلام والتعايش والمحبة في المجتمع البحريني. وأكد أن نهج سموه في التنمية شمل في جميع فئات المجتمع وفي مقدمتها الأطفال والشباب والنساء، وهو ما يجسد ما يتمتع به سموه من حكمة كقائد يمتلك قيم وفضائل عالية. وقال إن جهود سموه تلاقت مع التوجهات العالمية المبذولة لتعزيز مكاسب الطفل وحقوقه، وأضاف أن الإنفاق العام الكبير الذي تقوم به حكومة مملكة البحرين برئاسة سموه في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها تعكس ملامح نهج سموه الحكيم في القيادة وتقدم البحرين كمثال على حسن استخدام الموارد بطريقة حكيمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد أن ما شاهد من تقدم كبير في مملكة البحرين يمثل حماية للأطفال والأجيال القادمة، ويؤكد للعالم أن القيادة في البحرين وضعت الأساس السليمة للتطور وجعل البحرين نموذجا في البناء والقيادة. توجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سموه الجديرة بالثناء فيما يتعلق بتعليم الأطفال وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين كل أبناء البحرين من جميع الأديان والأعراق.
من ناحيتها أشاد السيد فريدريك ويليام دي كليرك الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا بما حققته مملكة البحرين من تطور ونماء في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها بفضل جهود الحكومة برئاسة سموه، قائلا إننا تعلمنا مما قامت به البحرين وما تقوم به إدارتها الحكيمة في بناء وطن ومجتمع ناهض، وأكد أن البحرين اتخذت البناء طريقا لها واستطاعت أن تحقق قفزة نوعية في إنشاء المدن النموذجية والمنشآت الصحية والتعليمية متجاوزة كل التحديات. من جهته أعرب السيد ليخ فاليسيا رئيس جمهورية بولندا الأسبق عن سعادته بزيارته إلى البحرين، مؤكدا أن كل ما عينوه وشاهدوه واستمعوا إليه من سموه ومن مختلف فئات المجتمع في البحرين ينم عن قيم إنسانية رفيعة يجب أن تصل إلى الشعوب وفي مقدمتها التعايش. وفي ختام اللقاء أعرب أعضاء الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومملكة البحرين على حفاوة الاستقبال خلال الزيارة التي تعرفوا فيها عن كثب على واقع المجتمع البحريني القائم على المحبة والتعايش بين جميع أبنائه. وأشادوا بما استمعوا إليه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من رؤية تجسد مدى إيمان وقناعات سموه بضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل بسط السلام والقضاء على أسباب الصراعات التي استنزفت الكثير من قدرات وطاقات الدول والشعوب. وقالوا أن سموه يشكل أحد الشخصيات الدولية الجديرة بالاحترام والتقدير ليس فقط على إنجازاته لصالح مملكة البحرين وإنما أيضا على ما يتبناه سموه من رؤى ومواقف تعمل من أجل الأمن والاستقرار في العالم أجمع. أكدوا أن زيارتهم إلى مملكة البحرين أظهرت لهم المستوى المتقدم من التنمية والحداثة التي وصلت إليها المملكة والتي تجسدها مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية في مختلف مناطق المملكة.